بصراحة أنا أطالب اللجنة الزراعية من المياه الأهوار من مجلس النواب ومديرية موارد المياه في محافظة ذي قار والحكومة المحلية كذلك، إنه لوجود أكو ثلاث عشائر، صراحة عشائر آل زيرج وخفاجة والإبراهيم، أكثر من 500 قرية صراحة قبل سنتين أو أكثر ولحد الآن جافة ما جايها ماي. وأنا أطالب صراحة إنه لتنظيم وتقنين كافة الجداول اللي ترتبط من قضاء الفجور، والوجود أكو قرمة اسمها اللي هي اسمها البواقة بقضاء الرفاعي صراحة، وأكو نهر ثاني هم بعمق أراضي العمارة بمساحة 60 كيلو، وهذه تسمى ممكن اسمها السايبة. هذه صراحة يعني احنا هسه اليوم نريد نعالج، عندنا مريض ونريد نشكل له مغذي، انا ممكن افضل انه العوائل هذه بدل ما تهاجر ونوصلها ما يشرب، ممكن اذا اكو شيء متوفر للبستانه ليش حرامات ثروه؟ هذه بساتين نموذجيه من خيره الاصناف صراحه انتهت، يعني سنتين بعد النخله ما تتحمل، ما تصبر اكثر من هذا الصبر، هذا انتهت. فانا اطلب صراحه انه يوصل بسبب تقنين، والوجود اكو مساحه 40 نهر من الغراف قضاء الغراف لحد الفرع مال البوابات الحمزه العفو، اللي هي فرع يروح لابراهيم قضاء سيدخيل وفرع يروح لزيرج وخفاجه ويوصل حتى لناحيه اور. احنا هذا نريد تنظيم من الغراف لحد البوابات الحمزه، وتنظيم من الغراف للشطره ومن الشطره للبوابات البدعه اللي هن ذن بوابات الشطره يسميهن صراحه. نريد تقنين لغرض حتى وصول الماء لهاي القرى اللي انا حددت الرقم 500 قريه، واطلب الكشف صراحه، اطلب كشف ميداني يتكون لجنه من المحافظه ومديريه الزراعه ومديريه الموارد المائيه لهذه العوائل وهذه القرى اللي هاجرت.